والله نحن كنا يعني متوقعين هذا الارتفاع وعرض وطلب هذا يعني في نهاية اليوم ونشوف إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله بإذن الله. طب أنتوا يعني هي شركة أساسا عمرها 3 سنوات وتحولت يعني لشركة مساهمة عامة بشكل كثير سريع، طرحين من رأس المال 20%، هل حتزيدوا هاي النسبة خلال الفترة المقبلة؟ والله طبعا نحن لازم نشوف المعطيات، بس توقعاتي إن في طلب كثير على السهم بما أن أول شركة تكنولوجية تنزل، فأتوقع احتمال بندرس الموضوع مع مجلس الإدارة ونشوف كيف احتمال أن نزيد. طيب العاد على السهم كان جيد نص ريال تقريبا يعني بالفترة الماضية، وكنت عم توزعوا 30 درهم، هاي سياسة التوزيع حتستمروا بها السياسة شيخ؟ والله نحن سويناها في سنة الكورونا، سوينا أرباح 23 مليون وقبل الكورونا سوينا 28 مليون أرباح، وتدري سنة الكورونا كانت صعبة أن نسوي 23، وأتوقع أن بنسوي إن شاء الله بنسعى كل جهدنا أن نسوي أفضل والتوزيعات بتكون جيدة إن شاء الله. الربع الأول كان في تراجع 19% بالأرباح نتيجة جائحة كورونا، رح تتداركوا هذا الموضوع بالربع الثاني شيخ؟ طبعا 100% نحن حاطينها في الحسبان وأتوقع هذه مرحلة وانتهينا منها إن شاء الله. طب المركز المالي بالنسبة للشركة وقدرتكم على تمويل مشاريعكم المرحلة المقبلة شو ممكن نحكي عنها؟ والله زي ما قال لك الرئيس التنفيذي الشركة عليها ديون 15 مليون وفي كاش في الشركة ما يقارب ب 15 مليون، فمركز المالي أنا أشوف إنه قوي، وأنا شخصيا من قبل ما أحب الديون، فالشركة مش محملة بالديون، بالعكس شركة مركزها المالي قوي والله يوفق إن شاء الله. أنتوا تستثمروا بالمعرفة، عندكم براءة اختراع، يعني أنتوا يعني ربطتم كل المباني في قطر في نظام إنذار مبكر واحد، وبالتالي هي تعتبر من موجودات غير الملموسة. صحيح، هذا من موجودات الشركة وهذا مش معكوس على الميزانية، وهذه زي ما نقول الأسد تبعنا في التكنولوجي، براءة الاختراع هذه، وتعبنا فيها لكن الحمد لله لقينا نتيجة ملموسة ونتيجة طيبة، والله يوفق إن شاء الله الجميع.